الله تبارك الله، لقطات من متحف ماضي الوقت بالمدينة المنورة، والذي يحوي 100,000 قطعة أثرية. والله متحف رائع جدا، ما شاء الله على صاحب هذا المتحف الذي بذل فيه جهدا كبيرا، والذي تم افتتاحه في 10/10/1410، وبدأ في تجميع القطع إلى أن أصبح يحوي 100,000 قطعة. هذه لوحات أول المساجد في المدينة، وأول لوحات للمساجد في المدينة. طبعا هذه بدائية، يقصون صاد كذا حتى قص يدوي لو تراحوا. الله يبارك الحطب. أيضا في هذه الغرفة تكملة للأدوات الخاصة بالمتحف، ما شاء الله كم هائل من القطع التراثية الأثرية. وهذا يذكرك بأيام الأعياد، والله يوم أدو تبطير وكذا. إي والله هذا الدور.